مساء الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه خاصه من برنامج يلا يا اهلي. الحلقه النهارده خاصه ليه؟ عشان عندنا بكره ان شاء الله حدثين مهمين جدا. الساعه 2 الظهر في قرعه دور 16 لدوري ابطال افريقيا ان شاء الله، والساعه 7:30 بالليل هنلاعب سيراميكا في الجوله الخامسه من مسابقه الدوري على استاد السويس الجديد. يلا بينا. هنعمل بروفة سريعة كده على القرعة اللي هتتعمل بكرة الظهر إن شاء الله، هتكون الساعة 2 بتوقيت القاهرة. زي ما احنا عارفين 16 فريق بيلعبوا في مرحلة المجموعات، متقسمين 4 تصنيفات. النادي الأهلي طبعا هيكون في التصنيف الأول ومعاه مازيمبي والوداد والترجي، والتصنيف الثاني هيكون فيه الزمالك وصن داونز وحرويا وفيتا كلاب، أما التصنيف الثالث فهيكون فيه الهلال وبترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني ومولودية الجزائر، والتصنيف الرابع هيكون فيه المريخ وكايزر تشيفز شباب بولزداد الجزائري وتاون جيت السنغالي اللي ممكن يكون معانا في المجموعه. الماتشات طبعا بتاعت مرحله المجموعات هتتلعب يوم 12 او 13 فبراير، هتبدا الجوله الاولى، والست جولات كلهم هيتلعبوا ورا بعض بماتش تقريبا كل 10 ايام. احنا هنعمل مع بعض كده زي بروفه سريعه للقرعه وايه اللي ممكن نشوفه في القرعه بكره ان شاء الله، وحظوظنا اللي ممكن نواجهها في مرحله المجموعات. احنا معانا دلوقتي الثلاث تصنيفات. احنا طبعا في التصنيف الاول مش هنلاعب ولا مازيمبي ولا الوداد ولا الترجي اللي معانا في نفس التصنيف، لكن هنلاعب فرقه من كل التصنيفات الثانيه. الكره الحمراء دي هيكون موجود فيها فرق التصنيف الثاني، والزرقاء دي فرق التصنيف الثالث، والصفراء فرق التصنيف الرابع. تمام، هنبدا بالتصنيف الرابع ونشوف كده حظنا يا ترى ممكن نكون مع انهي فرقه في التصنيف الرابع. ناخد كده الورقه دي ونقول بسم الله، ومعانا تونجيت السنغالي، ده ممكن يكون معانا في المجموعه، ده التصنيف الرابع بتاعنا تونجيت السنغالي. نروح على التصنيف الثالث هنشوف ممكن نلاعب مين. نشوف مين معانا في التصنيف الثالث. معانا الهلال السوداني، طبعا دي فرقه صعبه جدا ما كسبناهاش على ملعبهم ولا مره. يعني نشوف بقى التصنيف الثاني اللي ممكن نلعب فيه الزمالك. طبعا احنا حظنا وكعبنا عالي جدا على الزمالك في دوري ابطال افريقيا، ونتمنى يكونوا معانا في المجموعه، لان احنا من اصل 9 بطولات كسبناهم 5 منهم خدناهم لما واجهنا الزمالك في البطوله، سواء في مرحله المجموعات او ادوار اقصائيه او حتى في المباراه النهائيه. وفعلا معانا نادي الزمالك طلعت بالحظ، والله مش مظبطينها، جت صدفه. نتمنى ان شاء الله نشوف نادي الزمالك معانا. يبقى كده القرعه معانا الاهلي، الزمالك، الهلال السوداني، تونجيت السنغالي، دول الثلاث فرق اللي طلعوا معانا في المجموعه، ونتمنى ان شاء الله نشوف نادي الزمالك معانا في المجموعه بكره. اتفرجوا بكره على المجموعه وقولوا لنا في التعليقات رايكم ايه او توقعاتكم للمجموعه بكره هتكون عامله ازاي ان شاء الله. ماتش بكره ان شاء الله قدام سيراميكا هيكون الساعه 7:30 بالليل على استاد السويس الجديد. فريقنا بيدخل الماتش هو في المركز الثاني برصيد 10 نقط خلف الجونه المتصدر، وفارق عننا بنقطه زياده ومباراه كمان لعبها زياده عننا. فرقة بقى سيراميكا بتدخل الماتش وهي في المركز الخامس برصيد 7 نقط. فرقتنا الحمد لله الدنيا بدأت تظبط شوية، وكمان والتر بواليا المفروض يكون جاهز النهاردة لأول ظهور رسمي مع الفريق بعد انضمامه من الجونة. الحقيقة احنا في مسابقة الدوري تعثرنا في الماتش الأخير قدام وادي دجلة بالتعادل السلبي، لكن إن شاء الله النهاردة نرجع تاني لسكة الانتصارات ونكمل مشوارنا للحفاظ على اللقب المفضل بالنسبة لنا. فرقة سيراميكا بتدخل ماتش النهارده بعد بداية رائعة جدا في مسابقة الدوري، قدروا يحققوا انتصارين متتاليين على الإنتاج الحربي 2-0 وكمان على البنك الأهلي بنتيجة 3-1، لكن الفرقة بعد كده تعثرت وخسر من بيراميدز 1-0 وبعدين اتعادل سلبي مع سموحة. هداف الفريق هو شادي حسين أبو هدفين لحد دلوقتي، لكن احنا بقى بندخل ماتش النهارده واحنا عندنا 3 هدافين في الصدارة بثلاث أهداف لكل واحد، محمود كهربا ومحمد شريف وكمان والتر بواليا اللي سجل الثلاث اهداف مع الجونه قبل ما ينضم لفريقنا. ونشوفكم بقى يوم الثلاث الجاي ان شاء الله قبل ماتش الانتاج الحربي في الدوري، ويلا يا اهلي.